السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من وحدة البرمجة النصية، وهو بعنوان توظيف الوحدات البرمجية. في البداية سنعرف الوحدة. ما هي الوحدة؟ الوحدة عبارة عن ملف يحتوي على أوامر ودوال برمجية جاهزة يتم استيرادها إلى البرنامج لتنفيذ وظائف مختلفة ولتسهيل إدارة المشاريع، وهناك مجموعة من الوحدات التي يتم استخدامها في لغة البرمجة البايثون، كوحدة واجهة المستخدم الرسومية، ووحدة العشوائية، ووحدة الرسم. سنتعرف بالتفصيل على وحدة الرسم. ما هي وحدة الرسم؟ تتيح لنا وحدة الرسم Turtle Model رسم رسومات متجهة ثنائية الأبعاد بألوان مختلفة، وإنشاء أنظمة المحاكاة والألعاب التفاعلية وغيرها. الآن عزيزاتي سنشاهد نماذج من الأمثلة الرسومية لوحدة الرسم المتاحة في البايثون. في البداية سنقوم بفتح البرنامج عن طريق زر البحث وكتابة ID. نلاحظ ظهور اسم البرنامج. نتوجه إلى قائمة Help، بعدها نقوم باختيار Turtle Demo. نلاحظ ظهور هذه النافذة وهنا كلمة Examples بمعنى أمثلة. نلاحظ أن هناك مجموعة من النماذج، لنختار هذا النموذج Round Dance. نلاحظ هنا ظهور مجموعة من الأوامر البرمجية التي تم استخدامها لرسم هذا المثال. تم استخدام حلقات التكرار بجملة While، وكذلك حلقة التكرار بجملة For، كذلك تم استخدام الجملة الشرطية If. يمكننا تشغيل هذا المثال عن طريق كلمة Start، كذلك يمكننا إيقاف تشغيل هذا المثال عن طريق زر Stop، ويمكننا مسحه عن طريق زر Clear. يمكننا مشاهدة نموذج آخر وليكن هذا النموذج. نقوم بتشغيل هذا النموذج عن طريق زر Start. نلاحظ ظهور الساعة. تمكننا وحدة السلحفاة من رسم الأشكال والاستفادة من وظائفها، ولكن يجب علينا في البداية استدعاء وحدة الرسم. كيف يمكننا استدعاء وحدة الرسم؟ من خلال هذا المثال. لنقوم في البداية بالذهاب إلى نافذة المحرر التحرير، ونقوم بكتابة هذا الكود From Turtle Import، بعدها نقوم بعمل النجمة Turtle. نقوم الآن بتشغيل البرنامج ومشاهدة ما الذي سيحصل. نقوم بحفظ العمل وليكون بهذا الرقم. نلاحظ ظهور لوحة الرسم الخاصة بها كينيفز هنا. تتيح لنا وحدة السلحفاة رسم كائنات وأشكال مختلفة من خلال تحديد نقاط الرسم أو المسافة التي يقطعها المؤشر أثناء الحركة، وذلك بطريقتين. الطريقة الأولى تحديد إحداثيات موضع المؤشر والتي سنطبق عليها الآن. سنقوم بإضافة هنا كود وليكن هذا الكود go to، بعدها سنقوم بكتابة 0 و 100، ونلاحظ ما الذي سيحصل عند تشغيل البرنامج. نقوم بالذهاب إلى run، بعدها run model واختيار OK. نلاحظ أنه تم رسم خط إلى الأعلى. والطريقة الثانية عن طريق تحديد اتجاه المؤشر إلى الأمام أو الخلف أو الدوران مع عقارب الساعة أو الدوران عكس عقارب الساعة، وسنطبق على ذلك من خلال رسم شكل هندسي وليكن مربع. سنقوم بكتابة هذا الكود forward، بعدها كتابة 100،
بعدها نقوم بكتابة write بدرجة 90 ونقفل القوس. سأقوم بتكرار هذا الكود 3 مرات وذلك يمكنني عن طريق النسخ واللصق. بعدها أكتب كلمة forward مرة أخرى. هذا هو الكود الذي قمت بكتابته لرسم شكل هندسي من وحدة السلحفاة. سأقوم بالضغط على زر Run وبعدها Run Moodle ومشاهدة النتيجة. نلاحظ أنه تم رسم الشكل الهندسي الذي أريده وهو شكل المربع هنا. الآن سنقوم برسم شكل حلزوني باستخدام دالة التكرار for. سنقوم بفتح البرنامج في البداية عن طريق زر البحث هنا، نكتب ID سنقوم بفتح نافذة المحرر وحفظ العمل في البداية، فتح نافذة المحرر هذه وحفظ العمل باسم مثلا شكل حلزوني، بعدها الضغط على زر الحفظ بعد اختيار مكان الحفظ. نقوم باستدعاء وحدة السلحفاة from turtle import، بعدها عمل نجمة turtle وفتح الأقواس وأغلقها، بعدها نقوم باختيار لون الرسم من خلال هذا الكود وكتابة اللون الذي نريده وليكن red. بعدها نقوم بإضافة جملة for i اسم المتغير in ring وكتابة الرقم وليكن 200، بعدها إضافة نقطتان وكتابة for word I وإغلاق القوس وكتابة lift بدرجة 91. كذلك يمكنني تحديد سرعة الرسم من خلال دالة speed ولتكن السرعة مثلا 10 وأغلق القوس. الآن نراجع الكود الذي قمنا بكتابته. نقوم باستدعاء وحدة السلحفاة ومن ثم تحديد لون الرسم، بعدها نقوم باستخدام جملة for لرسم الشكل الحلزوني وتحديد الأمام واليسار والسرعة. سنقوم الآن بتشغيل البرنامج عن طريق run، بعدها run moodle، بعدها نضغط على OK ونلاحظ أن الشكل الحلزوني بدأ بالرسم والظهور هنا بسرعة 10 التي قمنا بتحديدها. كذلك عزيزتي يمكنك رسم هذا الشكل الحلزوني بعدة ألوان باستخدام وحدة العشوائية Random Moodle. إذا كنت ترغبين برسم هذا الشكل بعدة ألوان بإمكانك إضافة الكود الخاص بذلك من الكتاب المدرسي في صفحة 51.